أخصائية التغذية براءة النابلسي. براءة، مساء الخير وأهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا فيكي. يعني بداية بدنا نحكي عن الوقت المناسب للحميات الغذائية، شو هو التوقيت بالضبط المناسب لجسم الإنسان الطبيعي بأنه يمارس أو يعمل حمية غذائية لتنزيل الوزن، وخصوصا بوقت الشتاء، بتنصحي فيها الحميات أو لا؟ طبعا فصل الشتاء جميعنا نحتاج انه شعور التدفئة، شعورنا لحاجتنا للتدفئة بيخلينا نلجأ لتناول الأطعمة. طبعا فصل الشتاء بزيد، هو على عكس فصل الصيف اللي بزيد الوزن، ففصل الشتاء عندي بزيد معدل حرق الجسم لأنه بيعمل على حرق الطاقة حتى يحافظ على حرارة الجسم بمعدلها الطبيعي 37 سلسيوس، ففصل الشتاء يعتبر كفرصة مناسبة لنزول الوزن. اها، يعني انت بتنصحي، خلينا نحكي براءة، بموضوع انه نزول الوزن بفصل الشتاء. طب هل تعتبر الحميات الغذائية صعبة في هاي الاجواء؟ يعني احنا كلياتنا طبيعتنا، طبيعة اجسامنا بالشتوية بتطلب السكر، بتطلب الاكل. التوقيت الشتوي تحديدا، كمان المساء، بتحس الليل طويل بيصير بالشتوية، بتحس الناس بتميل للاكل اكثر. فحتى اكثر الناس، يعني تعليقاتهم من الناس من حياتنا او مجتمعاتنا من حولنا، بتلاقيهم بيقولوا لك انه الرجيم تحديدا بالشتوية عذاب. اختياراتنا بدها تكون هون صحيحة، نعم، لما نختار أطعمة سكرية تكون بس غنية بالألياف على عادة إنها غنية بالسكر، هون بيرجع الأمر لإلنا إنه نختار البدائل للسكر، المحليات والكيك والشغلات هاي اللي بتزيد تناولها في فصل الشتاء، نلجأ لاستخدام الأشياء الغنية بالألياف. مثل عندي الشوفان، عندي الهوت شوكليت. الهوت شوكليت إذا ما تم إضافة السكر والكريمات لإلها فهي تعتبر كتير جيدة بفصل الشتاء، تعطينا شعور بالتدفئة. عندي الفواكه الجافة، الأعشاب، خلينا نحكي إنه ممكن تزيد عندي، تعطيني شعور بالطاقة لفترات طويلة، حتى لفترات تعطيني شعور بالشبع، مثل الزنجبيل والقرفة لأنها بتعطيني حرارة كتير عالية للجسم. ممكن هاي كمان الرشفة اللي بتصير عندي بالبرد هي اللي بتخليني ممكن ألجأ لتناول السكريات، على عكس إنه هاي الرشفة بتنزل عندي، بتعطيني، بتنقص 400 سعرة حرارية لما تصير عندي رشفة مستمرة بالجسم، لأنه العضلة عندي قاعدة بتنقبض، فلما تنقبض فأنا هيك قاعدة بحرق دهون وسعرات. اها، طيب يعني اذا بدنا نحكي براءة كمان عن سلوكيات ممكن احنا بنعملها بتزيد اقبالنا على الاكل في فصل الشتاء، شو ممكن نحكي؟ يعني انتي قلتي انه اختيار بدائل ممكن تعوضنا عن نقص في السكر في الجسم، زي الشوفان، الاعشاب الطبيعية اللي فعلا هي اصلا كمان بتعطي فائدة للجسم، لكن سلوكيات احنا في البيت ممكن نعملها او حتى في دوامنا بحياتنا اليومية فصل الشتاء بتخلينا نقبل على الاكل بشكل اكثر. ممكن كتنظيم، يعني تنظيم الوجبات، بزيد مثلا انا باكل 3 وجبات مثلا باليوم، لا خليني اخليهم 5 وجبات، 5 وجبات تكون بمعدل كمية الاكل تكون مناسبة لإلي. تمام، زيادة شرب الماء بفصل الشتاء ضروري ومهم جدا، يعني الماء عندي 60% بيحرك من اجهزة الجسم. عندي الأكلات اللي منتشرة بفصل الشتاء الموسمية اللي مثل مثل الكراوية، مثل شربة العدس، البطاطا الحلوة، الحمضيات، الشربات بتكون من مرقة الدجاج أو من مرقة اللحم، خالية من الكريمة اللي بتكون مثل المصنعات. معدل ساعات النوم ممكن إنه عندي يزيد معدل ساعات النوم عن الصيف، فهيك بصير في انتظام للممارسات اليومية في الحياة. تمام. ممكن تخليني أزيد من حق الطاقة وأحافظ على الوزن. تمام، طب هلا اذا بدنا نحكي عن الفواكه بفصل الشتاء، هلا كلياتنا اكيد بنركز على فكره الحمضيات الغنيه بفيتامين سي، خصوصا بالوقت هذا ومع اجواء ايضا انتشار فيروس كورونا اللي هي بحاجه لزياده قوه جهاز المناعه في الجسم. خلينا نحكي كمان عن الفواكه في حال زادت عن حدها، يعني في كثير من الاشخاص مثلا بيعتبروها انه هي سكر النظام الغذائي، يعني هي سكر الرجيم ممكن تغنيهم عن الحلويات وياخذوها، لكن كثير بنسمع باخصائيين تغذيه بانه هي اذا زادت عن حدها ممكن تنقلب بطريقه سلبيه على الجسم وتسبب زياده الوزن، مدى صحه المعلومه وقديش الحصص اليوميه المناسبه للجسم من الفواكه؟
هلا السعر الحراري بحبة الفواكه وكوزن 30 جرام بتكون حبة حجمها متوسط تعطيني 60 سعرة حرارية، نعم منها 15 جرام سكر، فهي مقارنة بسعرات الخبز والرز فهي تقريبا نفس الاشي، فهي بتعمل على زيادة الوزن يعني فيها كمية كبيرة من السكر. أما الحصة اليومية للفواكه من 2 لـ3 حبات في اليوم الواحد للشخص السليم. نعم طيب، بتفرق من طفل لشاب لرجل كبير، الست الحامل، كيف لا ممكن انه تكون لا، الحصص اليومية؟ المهم انه شخص يكون سليم، ما في مثلا عنده مرض السكري، اها يعني 2 لـ3 حبات. ممكن ناخذ الفيتامينات والمعادن عن طريق الخضار، يعني فيتامين سي موجود بال الليمون، موجود عندي بالفلافل بكمية اكبر منها من البرتقال. اها تمام. يعني هي بتخيل اختيارات كل شخص مفروض تكون مبنية على مدى، خلينا نحكي، صحة جسمه، وبالإضافة كمان إنه إذا في حال كان عنده أمراض معينة مثل السكري بالذات كمان نركز عليه، لأنه يعني كمان بعض الفواكه بتعطي نسبة عالية من السكر. حابة أسأل عن، ذكرتي قبل شوي إنه المي قديش ضرورية بفصل الشتاء، يعني كثير من الناس بتعاني من مشكلة إنه إحنا ما بنعطش بفصل الشتاء مثل الصيف، فعلشان هيك بتلاقي كمية استهلاكنا للمي بجسمنا جدا قليلة. كيف ممكن إحنا نضل متذكرين نشرب مي بشكل جدا كافي، وقديش بيحتاج الجسم بفصل الشتاء للماء؟ وبالإضافة كمان بدي أسأل شو أفكار ممكن إحنا نستخدمها لنحبب الناس في المي؟ في ناس تقول لك أنا ما بحب المي. هلا المي، ارتباط حاجتنا للمي ما بترتبط بحاجتنا بشعورنا للعطش. نعم ممكن مثلا المي اخذها عن طريق الاعشاب الخاليه من السكر، يعني ما اضيف سكر للاعشاب، هيك انا اخذت حاجه من المي. ممكن كاسه المي اخليها مثلا عندي على المكتب لما بدي اطلع، يكون معي بوتل قنينه، يكون يعني وين ما بكون لازم تكون معي قنينة مي أو كاسة مي تكون موجودة قدامي. بفضل إنه كمان كل ساعة مثلا نشرب كاسة مي. والحجم المي اللي بنصح فيها بالشتاء أقل من 1/2 لتر عن حاجتنا بالصيف، يعني للرجال بدها تكون 2.5 لتر وللنساء 2 لتر. ممكن كمان ناخذ المي عن طريق الشربات الخالية من الكريمة. تمام. هلا شو رايك بفكره الاشخاص اللي بيحطوا بعض النكهات على المي، يعني بيحبوا مثلا يحطوا نعنع فيها، يحطوا مثلا خيار، بعض الخضره، لانه هي بتعطي مثلا ممكن طعم ألذ، او مثلا ليمون يعصروا على المي، ايش رايك؟ يعني هي فكرة كثير مناسبة يعني جيدة، يعني انه ممكن نحط كمان ليمون ونعنع. الليمون هلا فيتامين سي، بنضل مستمرين بناخذ كميات فيتامين سي على طول النهار اذا كان بشرب مي بشكل مستمر، فهي كتير فكرة مناسبة إنه نضيف نكهات محببة لشرب المي. تمام. طيب هلا إذا بدنا نحكي الحميات الغذائية أنواعها كتير متعددة، بفصل الشتاء شو أفضل أنواع الحميات الغذائية المناسبة لكل الأشخاص بشكل عام، الشخص السليم خلينا نحكي؟ التغذية الصحية السليمة إنه تكون شاملة كافة العناصر الغذائية، ما بكون عندي نقص بأي عنصر غذائي، لأنه التغذية والحميات الغذائية بدها تكون نمط حياة. يعني الشخص مثلا لما يوصل للوزن المناسب، لما بده يرجع لحياته الطبيعية ما يرجع للأكل اللي يكون أكله مختلف عن أكل الحمية، لأنه هيك بصير في عندي زيادة بالوزن بتكون سريعة، فبيأثر على الجسم وعلى العضلات اللي موجودة عندي. فالحمية بتكون شاملة لجميع العناصر الغذائية من بروتين وكربوهيدرات ودهون بشكل صحي ومتوازن، هي أفضل حمية غذائية. تمام. يعني ممكن نحكي إنه بفصل الشتاء هلأ بالذات حمية الكيتو بتنصحي فيها ولا لا؟ خصوصا يعني هي الجسم بحاجة كتير لطاقة بفصل الشتاء. حمية الكيتو هي بالنسبة لكميات الدهون هي جيدة، يعني ما لا بنصح فيها ولا انه بنكر انه فائدتها، بس يعني الشخص بده يكون سليم خالي من الامراض، شخص معافى سليم، يعمل فحوصات مستمرة لمدة كل 3 شهور، يعمل فحص للكوليسترول والدهون المتراكمة على الاعضاء، يعني بدها دايرة بال اكثر من انه تكون حمية سليمة.
والكيتو ممكن يصير في عندي أعراض تانية تأثر علي بزيادة. فصل الشتاء ممكن يسبب عندي زيادة بالبرد خاصة الأطراف. شو السبب طيب براء؟ نقص السكر، السكر يعني بيرفع من معدل حرارة الجسم. بالضبط، يعني انه هو ما في سكر ابدا، ما بيعطي سكر، وهذا الشيء ما بيعطيه طاقة. تمام. طيب اذا بدنا نحكي هلا عن الاشخاص اللي بيلجأوا دائما للحلول السريعة، ما بيقدروا على الحميات، ما بيقدروا على انهم ينزلوا وزنهم بطريقة طبيعية، بيلجأوا هلا كثير عم نسمع عن جراحات السمنة وعمليات التكميم اللي عم نسمع فيها، في منتشرة بشكل كبير في وطننا العربي ككل. ايش رأيك بهذا الاجراء؟ وكثير من الاشخاص بيتخذوه كاجراء طبي سريع في حال كان عندهم امراض مزمنة عم تتفاقم بسبب السمنة، وفي بعض الاشخاص بيتخذوه كاجراء تجميلي، يعني باب انهم فعلا انهم يضبطوا وزنهم، مو راضين عن شكلهم. انت شو رأيك بهذا الاجراء؟ طبعا هي هاي المرحلة انه اتخاذ قرار انه انا اعمل عملية جراحية للسمنة بتكون هي يمكن كانت اخر حل موجود عندي لتنزيل الوزن، لانه بكون في عندي ضغط على الاعضاء، بكون الدهون متراكمة بحجم كبير، بكون الجسم بحاجة جدا لتنزيل الوزن. مش اي شخص ممكن يجي ينزل وزن، في عندي معدل البادي ماس اندكس، مؤشر كتلة الجسم، بكون عندي عالي ومرتفع جدا، انه فوق معدل السمنة اعلى مرحلة بكون. اما بالنسبة انه تنزيل الوزن بشكل سريع فهي على العكس، انه ما بتنزل الوزن بشكل سريع، ممكن الشخص يقعد سنة سنتين لحتى ينزل الوزن اللي بده اياه، ودائما بده يكون متابع عند اخصائي تغذية، يعني بيعمل العملية بيطلع بتابع عند اخصائي تغذية ليكتب له حميات، يعني برضه بضله برجع للحميات الغذائية.